الملك للمالك اسلم يا اللي مسالك يا دنيا ايمالك ملطشة معانا يا دنيا ارفع ايدك يا دنيا يا نسينا عمالة ربنا يا دنيا كنت عايش في اللتة كان لي ويا الحكاية وضع شباب الخمرة وكاس العمر الدليل كل يوم تلاقيني سكران عقلي طاير بالدخان وعطروس كده 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 أبو الحقيقة أستاذ الحاج صبر الوكيل قصدت بابك وغير بابك ما قصدتوش أنا الباب مفتوح وعمري وعمري ما قفلتوش السابر السفر استرغى 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 السابر السفر استرغى ما تفضحهاش والغيرك انت ابدا ما تحوجناش والحق يعلاه واحنا عن الحق ما نعلاش قرص خد الفوق خد الفوق روح ابو السلمى اخوك ابو سلمى هيقول حاجه فايده في الفاينل على طول النهارده الله على النبي انا اقول كلمتين لمحمد مزيكا عليا الحرام من سين الفرح ما اشتغل غير لما حضرت ليه بقى اولا الله وكيل مكتبتك واجهه لاي حاجه صوتك واجهه لاي حد ارشها له يا كيمو والفرح من غير مزيكا ما يبقاش فرح خايف على عمر انه بيجي
الرجالة أمك وأبوك في الجنة يا مسلم، يلا هتقوم تقف معايا ربع دقيقة. أمك وأبوك في الجنة، يلا هتقوم تقف معانا ربع دقيقة وترفع إيديك الاتنين لفوق. كلنا حوارات الحسين زي ما قال ابو مهند
واخويا محمد بدره الحزين بيفرح الناس الفايقين والناس كلها رايقه. هنقول بقى يا بقى عزيزي المنافق انا الشر، عزيزي الصديق سوادك في قلبك وعامل بريء بتضحك في وشي وعامل حبيبني وكريم نحوس هيجيب الحزين. هو بيعمل فينا كده انا سقفة. ارفع ايدك فوق سقفة السقفة العالية بيتعالج بالمساسين بيجرب بالوريد يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا
هتعمل فينا ايه يا كابوس مصر؟ ارقص يا حظ مصر. قول يا بلو وابو مالك البرياتي